للحديث أكثر عن تطورات المشهد في سوريا في ظل حالة تطبيع بعض الدول مع النظام، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ صالح فاضل. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك. الولايات المتحدة يعني تعدل قانون العقوبات المفروض على سوريا والمعروف بقانون قيصر على نحو يعني يتيح فرصة أكبر يعني لنقل الأموال، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ لا شك أن هناك تغيرات في السياسة الأمريكية في المنطقة، أو خلينا نقول بداية للتغيرات قد تنجح فيها الإدارة الأمريكية، تنجح في صد الضغوطات عليها. حقيقة نحن بدنا نرجع شوي بسيطة حتى نفهم المشهد، أن بايدن يواجه صعوبات في إقرار بعض السياسات حتى داخل الحزب، فهو يواجه خصوم حزبه التاريخيين من الجمهوريين، وأيضا في نفس الحزب الذي ينتمي إليه هناك تكتلات يسارية إيديولوجية داخل الحزب تتبنى بعض القضايا، مثل تخفيف الوجود العسكري الأمريكي خارج الولايات المتحدة وتقليص تدخلها في النزاعات العسكرية الخارجية. أيضا هذه المجموعات الضغط داخل حزب بايدن، هناك معارضة يعني لاستخدام أو لقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح لتنفيذ سياساتها الخارجية، مما يعني أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف السياسي السوري حاليا متأثرة بهذه الاتجاهات. فمن هذا المنطلق يبدو أن بعض الدول العربية قد قرأت هذا المشهد السياسي الأمريكي الداخلي وبدأت تتقارب أو تتقرب ولكن بحذر باتجاه الملف السوري أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري. لكن يعني البارحة أنا رأيت حقيقة أو سمعت لمقابلة مع مسؤول أمريكي سابق كبير يقول أن على هذه الدول العربية الحذر من التقارب مع النظام السوري، لأن قانون قيصر ما زال ساري المفعول، هناك محاولات لاختراقه ساري المفعول، يمكن أن تحاكم هذه الدول والشركات بسبب انتهاكها لملف قيصر، لأن سياسة النظام السوري ما زالت غير موثوق بها، ولا يمكن قالب الحرف الواحد لا يمكن العودة إلى ما قبل 2011 في العلاقات مع النظام السوري، لأن هناك ملفات كثيرة عالقة منها الأسلحة البيولوجية والكيماوية الممنوعة دوليا، وأيضا ملف المعتقلين السوريين اللي هو بمئات الألوف. ولذلك حتى الإدارة الأمريكية على استحياء الآن تتغاضى عن بعض هذه التقاربات، لكن الجالية السورية هناك بمؤسساتها مثل المسيحيين ديمقراطيون وغيرها من المنظمات السورية تدفع باتجاه الحد من التقارب الأمريكي أو التغاضي الأمريكي مع النظام السوري، وتحث السياسيين الأمريكيين على الضغط على الدول العربية لأجل توقيف هذا التقارب مع المجرم الأسد. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية الآن سياستها العامة الداخلية والخارجية يعني تذهب باتجاه الضعف حتى في السيطرة العالمية. طيب فالإدارة كيف نفهم سيد صالح؟ نعم. لو وضعنا يعني إلى جانب تعديل قانون قيصر، كيف نفهم الآن يعني تعزيزات جديدة للقواعد الأمريكية شمال شرقي سوريا؟ ماذا تهدف واشنطن من خلال هذه الخطوة؟ ما زالت يعني تهدف من هذه الخطة على أنها الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي تمسك بالملف السوري. حل المسألة السورية لابد أن يبدأ سواء من دمشق ومن مناطق قسد أيضا ومن مناطق الشمال. فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة في المنطقة الشرقية لأنها منطقة بالغة التعقيد لوجود أولا الثروات السورية بمعظمها الزراعية والبترولية موجودة في هذه المنطقة، أيضا هي الطريق الاستراتيجي الذي يربط سوريا بإيران وبالعراق وبالتالي بإيران، والإيرانيون يحاولون حقيقة الآن زيادة قوتهم بالمنطقة، وهناك فعلا يعني صحيح أن هناك توائم روسي إيراني في الكثير من القضايا،
ولكن بدأت تظهر روح المنافسة الإيرانية الروسية، وهذا ما نستنتجه من تقوية العلاقات الروسية التركية وغير ذلك. هنا لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حتى تسيطر على المشهد وتحد من نفوذ كل هذه الدول، روسيا وإيران وتركيا لابد أن تقوي موقفها وقواعدها في المنطقة الشرقية. طيب، لتستطيع العبث بالملف السوري أو إدارة الملف السوري. من جهة أخرى، فرنسا أبدت موقفها الرافض للتطبيع، تطبيع بعض الدول مع نظام الأسد، ولكن هناك يعني تباين في الموقف ما بين فرنسا وأمريكا، كيف تنظر إلى هذا التباين؟ أولا، نحن الموقف الفرنسي حقيقة هو غالبا هو جزء من موقف دول الاتحاد الأوروبي العام. هناك بعض الأوروبيين لا يريدون التصادم مع روسيا في الملف السوري، لأن الغاز الروسي هو الحقيقة الرافد الأساسي للطاقة في دول أوروبا، لكن هناك اتجاه فرنسا وغيرها كأنهم يريدون أن يوجدوا بدائل عن الغاز الروسي حتى يتخلصوا من النفوذ الروسي والضغوط الروسية على دول الاتحاد الأوروبي. بتعبير آخر، فرنسا تريد أن تقف أيضا في وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى من وراء الكواليس لتفتيت دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يحتاج إلى حلقة خاصة، لأن الاتحاد الأوروبي تختلف بسياساتها في كثير من القضايا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي تريد أن تكون لها دور آخر منافس للولايات المتحدة الأمريكية في معظم الملفات بما فيها ملف الاتحاد الأوروبي. لذلك فرنسا حقيقة تريد أن تحمي نفسها، لأن الملف اللاجئين، ملفات الطاقة، ملفات كثيرة تلقي بظلها على الواقع أو السياسة والمصالح الفرنسية. طيب سيد صالح، في ظل هذا التباين الأمريكي الفرنسي وفي ظل حالة الهرولة نحو تطبيع عربي مع النظام السوري، ماذا بالنسبة للمعارضة وأوراق المعارضة؟ أنا بدي أحكيها بكل صراحة، المعارضة السورية هي معارضة هشة بكل أسف، بسبب الانقسامات، بسبب عبث الدول حقيقة بما يسمى بالمعارضة السورية. اليوم هذه المعارضات المتقلدين للمشهد السياسي بكل أسف هم أصبحوا تابعين ليس لأجندة دولة معينة، وإنما لأجندات دولية متعددة وأحيانا متناقضة، ولذلك فالأداء السياسي لهذه المعارضة هو أداء غير منتج بسبب تعدد الانتماءات للدول وليس لدولة أو دولتين. والحقيقة بكل أسف أقولها، آخر انتماءاتهم هو للثورة السورية، وإنما هم يضيعون الكثير من الفرص في حل المسألة السورية، سواء بالحل العسكري فوتوها سابقا والآن بالحل السياسي. لذلك من منبركم ندعو إلى تفعيل المؤتمر السوري العام وفق أسس لتوحيد القوى العسكرية والقوى السياسية في الداخل والخارج، ليكون للسوريين كلمتهم، ولكي فعلا نستثمر بالبطولات السورية العظيمة، لنستثمر بما أجرم به بشار الأسد وزبانيته والصفويون الإيرانيون وزبانياتهم وروسيا المستعمرة، نستثمر جرائمهم في خير الشعب السوري، لأن لا يمكن أن تذهب جرائم هذه الأنظمة السورية والروسية والإيرانية سدى دون تحقيق. أيها المعارضون السوريون، توحدوا حول قيادة واحدة وصندوق مال وطني وقيادة عسكرية واحدة، وهذا النداء أيضا موجه إلى الفصائل المبعثرة هنا وهناك، وبدأت هناك جهود الحقيقة رائعة يقودها بعض المخلصون في توحيد الجهود العسكرية وإن شاء الله الجهود السياسية. فلذلك ندعو إلى مؤتمر عام لقوى الثورة الوطنية السورية. من إسطنبول المحلل السياسي السوري سيد صالح فاضل، شكرا جزيلا لك.